مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام، مرحبا بالنازلين معنا في العدد الثالث من حصة يوميات رمضانية. ومن خلال هذه الأيام المباركات راح نسترجعوا ونستذكروا إن شاء الله الشيء اللي قاله جدودنا وهو عادات والتقاليد. جدودنا كان كلامهم موزون، كان كلامهم بارود، كان كلامهم من ذهب. والشيء اللي قاله جدودنا رانا عايشينه اليوم، حكم، أمثال، قصص وغيرها. في هذا العدد الثالث من حصة يوميات رمضانية معنا أو يحضر معي مثل شعبي. هذا المثل يقول: طول العشرة تعرف الذهب من القشرة. طول العشرة تعرف الذهب من القشرة. وفعلا المعنى الحقيقي لهذا المثل هو أنه الإنسان قد ما يعاشر، سواء كان صديق، جار، رفيق أو شخص ما، قد ما تطول مع العشرة راح تعرف المعدن الحقيقي لهذا الشخص. إنسان مش يعاشر يوم شخص ومن بعد تقول راه مليح، ولكن لا، الإنسان إذا كانك تعرف الحقيقة تاعو، المعدن تاعو، لازمك تسافر معاه، لازمك تخدم فيه، تخدم معاه في مؤسسة ما. هذا المعنى الحقيقي لهذا المثل اللي يحضر معي في العدد الثالث من يوميات رمضانية. نروح للفقرة الموالية وهي قصة اليوم. قصة تقريبا مستخلصة من الواقع. كاين ناس تجاوزوا سن 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 90، حتى 100، لما تقصي على الصلاة يقول لك أنا ما توريليش طريقي، وأنا ما توريليش طريق ربي، يعني الصلاة ما يصليش. جماعة هذا الشيء راه خطير، لأن الصلاة جماعة راه الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي من يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولذا القصة نتاعنا تاع نهار اليوم تحكي في أمور الصلاة. كاين شاب قاعدين في جلسة كيما رانا قاعدين حنا، قاعد هو عمو ما يصليش. قال له: يا عمي انا راح نسقسيك. قال له: علاه ما تصليش؟ عمو يعني ما لقاش واش يجاوبه. قال له: دي نحكي لك على واحد القصه نتاع السيد اللي قال له راح لافريقيا، ادغال تاع افريقيا. قال له: نحكي لك القصه برك واسمعني. قال له: عمو دي تفضل. حكى له. قال له: يا عمي راه كاين شخص، قال له كاين في الغابه تاع افريقيا، في ادغال افريقيا. قال له: لما وصل الغابه الشيء اللي ما عجبه، قال له يعني جنه فوق الارض، الأزهار، الجو، الطبيعة، عصافير تزغزغ، يعني طبيعة جنة فوق الأرض. قال له وهو يستمتع بهذه المناظر: وإذا به يسمع صوتا قريبا منه، وهو كصوت عدو. فقال له لما نظر فرأى ذلك الرجل أنه أسد. الرجل هذاك اللي كان يستمتع بالمناظر لما شاف أسد من ورائه، فقفز، راح يجري هذاك الشخص، الأسد موراه وهو يجري. كل ما يشوفه اقترب منه الأسد. وإذا بالرجل في طريقه صادفه بئر، فهرع مسرعا ونزل في البئر. لقى الحبل تاع البئر اللي يدلو منه الماء، شد في الحبل وبقي يتأرجح في وسط البئر. وإذا بالرجل يرى أسفل البئر هناك حياة، أفاعي وعقارب فخاف ذلك الرجل بأن يسقط في البئر. فإذا به يرفع عينيه، ماذا يرى؟ يرى فئران اثنين، أسود وأبيض، يحوسوا يقطعوا الحبل اللي راه شاد فيه الرجل. فخاف خوفا شديدا ذلك الرجل، فبدأ يروح يمينا وشمالا في البئر. حس بلي حاجة لزجة في البئر هذاك، أو يروح ويجي هو في البئر. والنحل كما تعرفون يبني الخلية تاعه في الكهوف، في الأشجار. فتذوق فوجده عسل، فكرر مرة ثانية، استمتع بالحلاوة تاع العسل. وإذا به نسي أنه داخل بئر، سقط فتوفي ذلك الرجل. قال الشاب لعمه: يا عمي هل تعرف من هو الرجل؟ قال له العم: لا. قال له الرجل الذي كان في الغابة: فهو أنت، والأسد هو ملك الموت، والبئر الذي سقط فيه الرجل فهو قبرك، والحبل هو عمرك، والفئران الذي يريدان أن يقطعان الحبل فهو الليل والنهار. قال له العم: والعسل؟ فقال له الشاب: العسل هي الدنيا، من حلاوتها أنستك بأن وراءك موت وحياة. فيا عمي أحسن
ما بقي لك يغفر الله لك ما مضى. وإذا بالشاب يرى عمه لأول مرة يدخل المسجد ففرح فرحا شديدا ذلك الشاب وقبل رأس عمه. انتهت القصة. جماعة يعني أنا نظن أنكم فهمتوا المعنى الحقيقي للكلمات كلمات القصة هذه. الناس اللي راهي ماشي تصلي 40 سنة 50 سنة 60 سنة 20 سنة والناس مازالت ماهيش فايقة. الإنسان لازم يرجع ويصلي إن شاء الله صلاته وربي راه غفور رحيم حتى وراه فاتك الوقت، ولكن أرجع لربي لأنه لأن الله غفور رحيم. هذه هي معنى القصة نتاعنا لنهار اليوم. أتمنى فقط أنكم استمتعتم معنا في خلال هذه الدقائق. نلتقي أنا وإياكم إذا كان في العمر بقية من حصة يوميات رمضانية. سلام.